ازيكم صحابي عاملين؟ النهارده عندنا لعبه سي وارير ستيك مان. طب انا مهكرها، شايفين معايا قد ايه؟ هي الشخصيه اكتر شخصيه حلوه بالنسبه لي جوكر ده بجد. انا بلعب بيه، انا هلعب بيه، وانا برولي جايبه اقوى مستوياته الجيرن الذهبي، لكن ما جبتش بجيت. انا عارف الاسامي الحقيقية بس هم عاملين في اللعبة ديت اندماج ترانكس مع جوهان، اندماج جوكو بلاك مع جوكو بلاك مع برولي، اندماج جوكو بلاك مع جيرن. انا ما جت اسطوري. يلا بقى بلوز دمر كواكب، اجيب بتاع كوكب الارض. اهو انا جوكو بلاك، اهو كوكب الارض. ده مش كوكب الارض، ده كوكب المريخ. 99 لو كنت جبت 100% كنت أرشح انطاقة كبيرة. تمام انا اعتمد 91 كويس برضه. كوكب الأرض اللعبة دي جامدة، عملوها لكن مش من جوجل بلاي، عملوها من اعرفكم ازاي تحملوه على قدي. هو 6 كواكب فجرتهم بس هذا ده اكبر مستوى تدمير كواكب جالي. انا بقول على الكوكب ده كوكب الجبنة، من شكله شبه الجبنة أوي. أوه آخر كوكب، أوه خلصت لي مستوى ده فيكتوري. أوه رائع جدا، مختوم. لو عرفت أقدر أفتح الدماغ دلوقتي، الدماغ حتى عنده دي فيجيتو عايز. لسه في اندماجات، لسه في شخصيتين مش عارف ليه تاني جيب. لا لا ماشي، ده 10 كفاية. ايه ريدكس ضعيف، بوم عليه. اوه ده قوة كبيرة تقريبا. حلال اوه، شفتوا من التدمير فنشتوه. لازم فريز زن كوبي ده 17 او 16 مش مهم، المهم نكسبت. فريزا تاني جام هاي، او صح اخسر جام هاي 5. ده اخو فريزا خبرتك. هيا 97 سيل، ده كمان بيعمل ضربة ليزرية زي كورة ليزر. لا اهتم، ده ماجن بول، ده بيعمل كورة ماجن بول ورشاش.
عايز بقى تحول سوبر سام اول.